Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah mengatakan kelompoknya akan menerima keputusan sekutu Palestina, Hamas, mengenai perundingan gencatan senjata di Gaza. Ia menegaskan kembali bahwa gerakannya akan menghentikan serangan lintas batas terhadap Israel jika gencatan senjata tercapai. Jika kesepakatan gencatan senjata tercapai di Gaza, front kami akan melakukan gencatan senjata tanpa diskusi apapun, terlepas dari perjanjian, mekanisme, negosiasi, atau apapun, kata Nasrallah. Hamas tufawid عن نفسها وبالنيابة عن الفصائل الفلسطينية وأيضا بالنيابة عن كل محور والمقاومة وما تقبل به حماس نقبل به جميعا ونرضى به جميعا. بالمناسبة نحن ما طالبين ينسقوا معنا. ليه؟ لأنه المعركة بالدرجة الأولى معركتهم. ليش هلأ إبعاد حزب الله أو المقاومة 8 كيلو 10 كيلو هذا بحل مشكلة الإسرائيل اللي عم يحكي عنها؟ هذا ما بيحل المشكلة. هو في مأزق في الجبل اللبناني وما عنده خيارات. المقاومة التي تطلق مئات الصواريخ وعشرات المسيرات في يوم واحد على أهداف حساسة في الشمال وفي عمق 30 و 35 كيلومتر وفي الجولان في كل مساحة الجولان رسالتها أنها لا تخشى الحرب ولا تخاف من الحرب. إذا صار وقف إطلاق نار جبهتنا ستوقف إطلاق النار بلا نقاش بمعزل عن أي اتفاق أو آليات أو مفاوضات أو أي شيء. هذا هو التزامنا. لماذا؟ لأنها جبهة إسناد. وأيضا نحن لن نتسامح أبدا مع أي اعتداء يمكن أن يقدم عليه العدو الإسرائيلي اتجاه لبنان إذا حصل وقف إطلاق نار في غزة، وإن كان هذا مستبعد جدا يعني.